امبارح اتكلمت كتير على محمد النني، خدنا وقت كبير جدا في الكلام على محمد النني، وانا عاده اتحدث عن محمد النني في كل المواقف، حتى مع منتخب مصر الاول، قد ايه لاعب مجتهد، قد ايه لاعب راجل، قد ايه لاعب مخلص، قد ايه لاعب في كل الظروف وفي كل الاوقات هو اول من يتصدر المشهد، دايما ملتزم، دايما مع منتخبات مصر المختلفه. لا اتكلم مره، ناس تنتقد، الناس تزعل، الناس تتكلم، لا رد على حد، لا لمح مع حد، هو راجل بيركز بس في الملعب، واحد من اعظم المحترفين اللي جم في تاريخ كره القدم المصريه. معايا عبر الهاتف الان كابتن ناصر النني، والد الكابتن محمد النني. يا كابتن ناصر، مشرف ومنور حبيبي، وسعيد جدا بتواجدك معايا. الله يكرمك يا كريم، ربنا يديك الصحه حبيبي. وحشنا جدا، وكلام جميل، وكلام يعني، وانت طول عمرك بتتكلم عن محمد كويس يعني. لا الحمد لله، عشان هو يستحق دايما كل كلمه طيبه يا كابتن ناصر. والله الحمد لله كابتن، والله ربنا سبحانه وتعالى كريم، يعني تملي بينصف فعلا اللي هو مجتهد، وفعلا ما تشوف محمد في اي موقف هتلاقيه واقف برجوله، واقف برجوله، واقف بثبات، وعنده ثقه في نفسه. فالحمد لله يعني اللي وقعت فالحمد محمد اول فتره دي والله بجد. اداؤه مع المنتخب الاولمبي كمان يا كابتن ناصر، اديك شايف ردود الافعال، كل الناس شايفه انه محمد النني قائد حقيقي لمنتخب مصر، مش مجرد لاعب كبير يعني، كمان بيلعب دور قائد عظيم مع لعيبه شباب. رايك ايه في اللي بيقدمه محمد النني؟ والله النني والله كم مره انا شفته، العيال بتيجي يعني الاولاد بيجروا على محمد، اكتر ما اثر فيها جدا. لان يعني سياده الوزير والمدربين والاولاد كلهم بيجروا على محمد، كله ده وصل الحب في اسبوعين ازاي؟ صحيح. ده دراسات على محمد النني، والله كابتن كلام بجد يعني، دراسات فعلا اتعمل على محمد النني. الاخلاق والثبات، الانفعال اللي هو النهارده هيتحكم عليا بقى لو بقيت وحش خلاص بطلت. صح. صح. لان النهارده بيقول لك انا هقف راجل في وسط الملعب ونجح المنتخب الاولمبي عشان الناس كلها ترفع راسها. ترفع راس مصر. صحيح صحيح، ده اللي عنده وده الثبات اللي عنده. بالمناسبه يا كابتن ناصر، امبارح كنت بتكلم على جزئيه مهمه جدا، انه محمد النني بعد انتهاء مشواره مع ارسنال طبيعي دلوقتي بيبحث العروض اللي بتجيله عشان يلعب لها، فكان ممكن يعتذر بشكل محترم جدا ويقول يا جماعه والله معلش عشان دلوقتي ببحث يعني في نادي او ببحث في العروض اللي جايه لي، فمعلش مش هشارك. الراجل ساب كل دوت وراح اشتغل مع منتخب مصر، لان هو بيحب بلده فعلا. محمد منتخب مصر يا كريم بالنسبه له حياه. يعني محمد لما يبقى قاعد على منتخب مصر تحس ان هو اكثر واحد زعلان. صحيح. انا لان انا مربي وعارف، يعني لما بيبعد على منتخب مصر بحس محمد متضايق جدا. اتاثر يعني. اتاثر اتاثر يا كابتن ناصر الفتره اللي فاتت لما بعد عن المنتخب الاول؟ يعني ايوه اتاثر، لانه هو بيحب المنتخب. سيبك يعني يلعب مش يلعب، دي حاجه بتاع مدرب، لكن هو عايز، هو حابب المنتخب. بيحب يلعب في المنتخب، وبيحب يبقى يعني النهارده بيلعب مش بيدور على نفسه. في لعيبه كتير ده انا هلعب عشان اجيب جون، لا محمد بيدور على زي المنتخب الاولمبي كانت شايفه ان هو واقف بيدور على لعيبه كويسين. صحيح. بيدور على نفسه. صحيح. وعشان كده هو طلع كويس. صحيح. صحيح. طب كابتن ناصر، طبعا انت شايف مع التالق العظيم ده وانت بتتابعه، اكيد اصدقائك حتى بيكلموك طبعاً. ويسالوك يقول لك ايه بقى؟ تلاقي جماهير الزمالك داخله عايزين محمد النني في الزمالك، تلاقي جماهير الاهلي داخله عايزين محمد النني في الاهلي. انا فرحان والله، فرحان جدا، فرحان ان محمد فرحان. فرحان اللي هو في منتخب مصر، وفرحان اللي هو بيأدي الاداء دوت، وراجل بقاله 6 شهور ما بيلعبش. لازم محمد عمل عنده دراسات قد ايه يا كابتن كريم؟ والله بجد مش هزار. صحيح. راجل ما بيلعبش ويوصل للمستوى ده ازاي؟ جاب اللقب دي ازاي؟ جاب عيال 20 سنه و21 سنه بيلعبوا. لا ده من غير عادي. من يعني شهر 2 بس، انا افكر الناس من شهر 2 مع ارسنال. من شهر 2 اخر مباراه بيشارك فيها بشكل اساسي كان في كاس الامم الافريقيه. رغم كده هو اكتر معدلات جري في منتخب مصر يعني. يعني دي والله بجد يعني حاجه الواحد يعني، انا فرحان لمحمد جدا ان هو العزيمه والاصرار دي عنده، دي اللي فرحانه جدا والله. صحيح. انت لما بتسمع الناس عايزاه في مصر دلوقتي، عايزاه في الدوري المصري، انت بقى كأب يعني هنسيبنا من محمد النني ومستقبله وحياته، انت كأب عايز محمد يكمل في اوروبا ولا يرجع في الدوري المصري؟ طبعا اي حد في مصر يا كابتن كريم عايز يلعب في اوروبا. يعني هات اي لعيب في مصر واحسن لعيب في مصر قول له انت عايز تبقى عايز تحترف ولا مش عايز تحترف.
كله بيدور على الاحتراف، كله بيدور على الاحتراف برضه. لكن طبعا يعني لو محمد جه مصر، انا بقول يعني عشان والدته الله يرحمها كانت بتتمنى محمد يكمل في النادي النوبه، يعني هي تعبت معاه وشقت معاه الله يرحمها. فطبعا يعني امنيه حياتها كانت محمد يكمل في النادي الاهلي، هي في النادي الاهلي طبعا. لان هي يعني تعبت معاه 10 سنين في النادي الاهلي، راحه جايه معاه، فتعب. فهي كانت امنيتي ان هو يكمل وفي النادي، فطبعا دي غاليه عندنا. فواحد يعني وده اكيد بيفكر في محمد النني. يا رب يعني هو حسب برضه محمد، هو بيفكر وهو مستقبله وهو شايف يروح فين والكلام ده. هو محمد اكيد حاطط قدامه يعني هدف وحاجات دي، فربنا يكرمه ويفكر كويس في اللي جاي وياخد بديل. اهم حاجه يعني بطوله يعني الاولمبياد، هي دي برضه هتبقى جميله ان شاء الله. يكون منتخبنا الوطني ويبقى قائد منتخب مصر، يكون رافع اول ميداليه لمصر في كره القدم على مر التاريخ الاولمبياد. يا كابتن ناصر دايما بتشرف ودايما بتنور، انا بشكرك حبيب. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر النني، والد النجم المصري الكبير قائد منتخبنا الاولمبي محمد النني. انا بصراحه اللي عارف انت ايه، في لعيبه، كل اللعيبه اللي في مصر نقدرها ونحترمها. انا بشكل شخصي بحب محمد النني، بحب اخلاصه في شغله وتعبه، وانه بيقفل دايما ودانه ومركز بس في ارض الملعب. ممكن يمر بظروف صعبه في اللعب ولا يفرق معاه، زي ما هو لا عمره لمح ولا عمره اتكلم ولا عمره عمل ازمه. خد بالك هتقول لي ما هو ممكن عشان محمد النني مش عايز يعمل ازمه بين يعني مع الجماهير المصريه، فما يعملش مشكله مع منتخب مصر، فما عملش هو مشكله مع منتخب مصر ولا حتى مع اي فريق اشتغل مع محمد النني. يقعد يلعب، يشارك دقيقه، يشارك دقيقتين، يشارك 90. هو الراجل بيعمل شغله وبس، ببساطه. سيبك بقى من كل ده، حط ده كله على جنب. هتلاقي محمد النني رايح بياخد كورسات التدريب وخلاص، بقرب يخلص كل الرخص، رايح يعمل اكاديميه في انجلترا، عايز يشتغل للمستقبل كمان انه يبقى مدرب. وانا بقول لك اهو من دلوقتي وخليك فاكر، محمد النني هيبقى مدرب مصري كبير في اوروبا. تقول لي يا عم ما تبالغش، خلي الايام بينا ونبقى نرجع الفيديو ده تاني. محمد النني هنفتخر بيه جدا كمدرب في اوروبا، وخليك فاكر.